لسه بنواصل متابعتنا لمهرجان العالم عالمين في نسخته الثانيه اللي بيواصل حقيقي ابهار جماهيره بباقة من اجمل الفعاليات والحفلات والعروض الفنيه. امبارح كلنا طبعا تابعنا كان في حفل استثنائي للنجمه الكبيره ماجده الرومي على مسرح يو ارينا في مدينه العالمين الجديده. قدمت لجمهورها في العالمين مجموعه كبيره جدا من الاغاني اللي لمست بيها قلوب كل محبيها عبر عقود من الزمن. حفله كانت كلها مزيكا وطرب واجواء ممتعه امتعت بيها الجماهير اللي حضرت لها الحفله، وعبرت فيها الفنانه ماجده الرومي عن حبها الشديد لمصر، واتغزلت فيها من خلال اغنيه خاصه جدا يا مساء الفل عليك يا بهيه، كمان اغنيه احلف بسماها وبترابها. وحفله كانت كلها سعاده وفرح وابتهاج وانبساط، خصوصا مع الاجواء الجميله والطقس اللي بيقل في درجات الحراره عن العاصمه، يعني حوالي 5-6 درجات الحقيقه افضل من حاله الجو موجوده في القاهره او في المدن كبيرة وارتفاع درجات الحرارة. طبعا كانت الحفلة فيها حضور جماهير كبير جدا، وشفنا احنا متابعين طبعا النجمة الكبيرة ماجدة الرومي وتفاعلهم مع الحفلة، وزي ما كانت هبة بتتكلم دلوقتي كانت بتعبر عن حبها الشديد لمصر وللشعب المصري. في ختام حفلتها امبارح قالت ان مصر بلد جميلة، وما تنسوش ان الارض اللي احنا واقفين عليها دلوقتي كانت حقل الغام، ورجال البلد دي قاموا بتحويلها لمنتجع، وهو منتجع العالمين أجمل مدينة سياحية. حفلات وفعاليات مهرجان العالمين الدولي في النسخة الثانية مستمر من خلال فعاليات وعروض ومسرحيات وملتقيات ثقافية مختلفة، من خلال عروض للسيرك وللأطفال، وأيضا أنشطة واسعة